لكن ايضا نهبت للاسف وضاعت. سقط هذا الجزء، سيبقى هذا الجزء. يا لك من محظوظ. 1288 حراره تبقى كما هي في بردا وصيفا على طول الزمن. ابتاع عمر ابن احمد بن عبد الله. سمعين صوت المايه؟ لكن هذه ليش؟ قولي ليه؟ احترام المخلوق الاخر الجلد. جدار تسجنت. اهلا بكم من جديد، فيديو جديد وفيديو مميز جدا بالنسبة لي. انا يا جماعة بقالي كتير جدا برتب عشان اوصل للمكان ده. الحقيقة من اكتر الاماكن اللي شدت انتباهي واثارت انتباهي جدا، لدرجة اني قررت ان لما ازور المغرب لازم اجي المكان ده مهما كلفني. على بعد 130 كيلومتر او 140 كيلومتر جنوب مدينة أجدير، وتحديدا يعني في القرى والأماكن الموجودة في جبال الأطلس المتوسط أو الأطلس الصغير، من مدينة تازة لغاية مدينة أجدير. مباني كتير جدا زي ما حضرتك شايفين نفس الشكل ده، واللي اسمها الإيجو دار أو جمع أجدير. كلمة إيجو دار هي جمع أجدير، وأجدير يعني مخزن باللغة الأمازيغية القديمة. الحقيقة هو أول بنك ألفته البشرية، أو أول نظام بنكي تعرفه البشرية بالكامل. الأمازيغ ابتكروا الشكل اللي شايفينه حضراتكم ده ورايا، شكل الغرف بالنظام الهندسي الغريب والجميل في نفس الوقت ده، عشان يحقق حاجات كتير جدا. مبنى او منشأ استخدم في حاجات كتير جدا، تخزين، في الاكل، في الدفاع، استخدم في الحرب وفي السلم، استخدم في الطب، استخدم في كل المجالات المعيشية اللي ممكن تتخيلوها. مبنى من طراز فريد، مبنى مختلف، مبنى متنوع، ويكفيه انه اول نظام بنكي او تأميني او مخزني في العالم. اوعدكم اني هفرجكم على حاجة مميزة جدا ومختلفة جدا، واوعدكم اني هكون اول يوتيوبر يصور الايجو دار في المغرب بالشكل المختلف ده وبالعمق التاريخي والمعلوماتي ده. اهلا بيكم من ايجو دار تسجند، واهلا بيكم من المغرب حبيب القلب. ويلا بينا نبتدي بسرعة عشان المبنى بصراحة محتاج اكتر من فيديو عشان نتكلم عليه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، يلا بينا. الطريق كله بالكامل للإيجو دار زي ما حضراتكم شايفين صحراء تماما، وصحراء من النوع القاسي جدا، يعني الطبيعة فيها وعرة جدا، نسبة الخضار أو المسطحات الخضراء قليلة. قد إيه كانت صعب العيشة هنا، ظروف الحياة ما كانتش سهلة. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام، ازيك؟ على سلامتك حبيبي حسين. انزلك كيف حالك؟ ازيك؟ كل شيء مليح الحمد لله. كيف كان الطريق؟ تمام، حار جدا. حار. وصلت القرية ألمة بعد حوالي 3 ساعات سواقة من أجدير، قرية أمازيغية في وسط جبال الأطلس. قرية بسيطة جدا، بيوتها أو المنازل فيها لا تتعدى 10-15 منزل، حاجة بسيطة جدا. وادي الإيجو دار فوقه، ويلا بينا نبتدي رحلتنا مع الإيجو دار. شايفين ما شاء الله الإيجو دار فين؟ نقطة عالية جدا على قمة الجبل فوق، وما شاء الله جدران الإيجو دار مبنية على الصخر بشكل يعني هندسي جميل جدا. محمد. نعم حبيبي، متشكر على الشاشية. مرحبا بك. ساعدتني بصراحة في جو حر شخصية جامدة قوي بصراحة. أنا شايف إن ما شاء الله مبنى تسجند، اسمه تسجند. تسجند، ما شاء الله.
قائم، يعني تحس ان هو لسه مبني. نعم انا مبسوط جدا لسببين. اولا ان اول مصري يجي الايجودار، اول مصري يصور الايجودار بالشكل المستفيض ده. والسبب الثاني ان في اكبر ايجودار في المغرب بالكامل ولسه على حالته، لحقت اصوره قبل لا قدر الله ما يحصل له حاجه. على فكره في اجزاء هنا من القرى والمدن الصغيره تأثرت بزلزال 2023 اللي فات، وفي أجزاء منها اختفت، في أجزاء منها تأثرت، في بيوت منها تأثرت كتير جدا. أنت عايش هنا؟ اتولدت هنا؟ نعم، ولدت هنا، شربت من المنابع هنا، اندمجت وانسجمت مع الطبيعة المحلية اللي أنا خلقت فيها في تلك القرية بالضبط. وأجدادي كانت لهم علاقة بالإيجودار، منهم الأمناء والحراس ما شاء الله والمقاتلين إلى ما إلى ذلك. ما شاء الله. أنتم في أكادير تاشكنت، من أقدم الإيجودار أو الأبناك التاريخية الواقعة بجنوب المغرب. تاشكنت اسم الجبل وأكادير اسم هاي البناية. هي في الحقيقة مخزن جماعي، لكن له مهام وأدوار أخرى متعددة ومختلفة على حسب الاحتياج أو على حسب الأهمية في مختلف أوقات منذ بنائه أو بداية بنائه قبل 9 قرون حسب الروايات الشفاهية. محمد، قبل ما ندخل الأجدير، هو كم دور؟ أنا شايف كده أنه 3 أو 4 أدوار. في الحقيقة هذا من أعجب الإيجودار، لأن متوسط عدد الطبقات فيه 5، لكن في واجهات تجد فيها 7 طوابق إلى 8. ده أول مدخل للإيجودار يا محمد؟ نعم، هذا المدخل الخارجي فقط. وهو ليه كذا مدخل؟ مدخل رئيسي واحد، بس هذا فقط من أجل الأجزاء الخارجية. آه طيب، ممكن أسألك العلامة دي معناها إيه؟ أي علامة حبيبي تتحدث عن هذه؟ هذا رمز أمازيغي أو حرف أمازيغي من التفنغ، يسمى ياز، وهو رمز للحرية. لما تجد هذا وكأنه يفتح لك كإنسان حر. وصلنا إلى المدخل الرئيسي بتاع أكادير تاشكنت، واحد من أعجب الإيجودار وأقدم البنوك في العالم. الشارع الرئيسي يسمى في الأمازيغية أغومي، وهي مكان الاستقبال للزوار والقادمين لعمل بعض التحركات أو المعاملات بداخل الإيجودار. أنتوا بتسموا الممرات دي شارع؟ الشارع أو الزقاق في العربية، لكن نسميه أغومي. تجده في أيضا في القرى القديمة، تجد الأزقة بهذا الشكل مغطاة غير مفتوحة للسماء، وتكون فيها الأجواء أيضا منعشة صراحة. أنا مستعجب جدا من المبنى ده، منشأ يعني فكرته أصلا وطريقة الهندسة بتاعته، بناء طبيعي 100% مختلفة جدا، لا وجود لحديد أو إسمنت أو أي شيء عصري، فقط المتوفرات قديما جدا من 4 أنواع من الخشب. في اللي نسميه الإسوتار، هاي العينات الكبيرة التي تحمل، يمكنك أن تتخيل كم من الأطنان فوق. طبعًا. من حجر ما شاء الله وطين، لو يعني عايش على مر السنين بطبيعة الحال. حتى أنه في أثناء زلزال الحوز وصل بقوة شديدة وتحرك بشكل عجيب، لأن طريقة بنائه جد ذكية، تحملت جميع الظروف عبر الأوقات، كما أن الذين بنوه جد أذكياء من أجل إيجاد حلول لكل متغير في البناء، العوامل الجوية. نعم، وسأشرح لك كيف يقومون ببنائه من أول حجر أو أول لبنة إلى نهاية البناء. أول معلومة عرفتها عن الإيجودار إن الإيجودار كان مستخدم يا إما القرية واحدة أو لعدة قرى مع بعض. سنبتدئ بهذا الجزء اللي يسمى رحبة أمزرو، هي خاصة بقرية واحدة، وكل عائلة يكون لها محل أو غرفة أو 2، كل على حسب قدرته، مثل الحسابات البنكية اليوم، فقط اختلاف في بعض الأمور. هذه أواني فخارية من جودة عالية جد عتيقة، فقط للمواد الغذائية كالزيت، زيت الزيتون أو الأرغان أو الزبدة، العسل، وغالبا العسل. الابتسامة ما فرقتش وش محمد طول الوقت. ما شاء الله، يعني أنا ما كنتش متخيل أبدا
ان الجدار بالشكل ده. طيب محمد خلينا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. مرحبا. طيب اول حاجة عايز اعرفها قبل ما نعرف اصلا المنشأ ده كان بيبنوا ليه, البروز دي رخام ولا حجر؟ هذا حجر جرانيت. حجر جرانيت. طب ليه الشكل البروزي ده عشان يطلعوا عليه؟ هل هذا عنده فكرة دفاعية يستصعب على الهاجمين أو اللصوص, ولكنه يؤلف من الناس المحليين أو المالكين بتاع الأجادير في بعض الإجودير تجد عبارة عن قطع خشبية لما يشيلوها لا يمكنك الصعود إلى أي غرفة. يعني كان يستخدم للهروب مثلا ولا الدفاع أو كده؟ لا ولا كان فقط من أجل تصعيب سرقة المحتوى من المخازن. طيب نعرف بقى كده مع بعض الأول الإجودار ده عملوا ليه؟ عملوه صراحة من أجل عدة أشياء. أولا تأمين الغذاء. قديما كل رأس مالكة هو حبوب زرع. زي ما احنا شايفين معظم الأراضي الزراعية هنا شعير, واللي كان بيسمى زمان بالذهب الأصفر, كانت أكتر سلعة منتشرة واستخدامها يومي على مستوى المغرب بالكامل. فكان الإجودار المكان المثالي لتخزين الحبوب وعلى رأسها الشعير. كانت قيمته عالية جدا زمان, من الحبوب ذات القيمة العالية. وفي أيضا فكرة تأمين الأرواح, لأنه في فترة الحرب القبلية أو ما شابه من حق النساء والأطفال أن يستنجدوا بالأجادير وأن يحتموا في غرفهم إلى حين انتهاء الحرب, وحصل كثيرا في هذه الإجودار حيث يمكن استغلالها أيضا للسكن. ده إيه ده يا محمد ده؟ مينوت تبقى من هذا الجزء فقط. نعم كانت المحكمة العدلية إذا عملت شيء أقصى عقوبة يمكن أن يتلقاها أحدهم فيما سبق هنا لم يكن هناك شيء اسمه إعدام أو قتل ما شاء الله. أو السن بالسن, لكن يطردوك من القبيلة ما شاء الله, ستهاجر بدون رجعة. هل هنا خاص بالناس كلها ولا بحد معين؟ يعني عموم الساكنين أو الموجودين في القرى أو في المكان بيستخدموا الإجودار ولا الناس معينة؟ سؤال مهم جدا. هو لجميع أفراد القبيلة. هذا الأجدير يسير فيما سبق 38 قرية يمكنك أن تتخيل عدد السكان, لكن العائلة تجتمع لتأخذ غرفة واحدة أو مخزن واحد العائلة بجميع أفرادها. وكان ممكن كذا عائلة يتشاركوا في مخزن. نعم هذا مبني على التشارك التضامني. يعني الفقير زي الغني. زي الغني. أي حد ممكن فوارق. ما في فوارق. عموم الناس. أبدا ما في فوارق. في فترات ازدهار للإجودار تقريبا كل السكان بتاع هذه المناطق كانوا في مستوى واحد من الغنى. كان عندهم مبدأ ساعتها وقتها إن الإجودار دي مخازن للجميع. الكل يستفيد منها. مش واحد بس ولا عائلة القوم ولا المميزين. كل سواء. هي تشبه في بعض الأحيان القصبات, لكن هي في الأصل من أجل تخزين المواد الغذائية, تخزين الوثائق, وهذا شيء مهم جدا. العقود نسميها بالأمازيغي الرتن, وهي عقود متنوعة تجد فيها جميع التفاصيل حتى التواريخ. أعطيك مثال, عقد زواج, عقد ازدياد, حتى من توفي يكتب على لوح من خشب ويؤرخ. تجد أيضا عقود بيع وشراء, عقود تبادل قطع أراضي. أي شيء كان مهما أو محوريا أو له علاقة بحياتهم كان على ألواح خشبية. كل ما تجده حاليا بصعوبة تم حمايته وصيانته من أجل عرضه كمتحف عام عمومي للزائرين. كل ما تراه صناعة يدوية محلية. يعني دي عمرها مثلا 300-400 سنة؟ نعم ولا أكثر؟ نعم حبيبي بدون مبالغة. أحدهم يظن أننا نبالغ, لكن بوثائقنا نحدثك بأدلة كافية. ما شاء الله. وتجد تواريخ مختلفة. هذه لغة عربية يعني شوية راقية. كل شيء يكتب ببداعة وإبداع. زادة يعني بحول الله وقوته لحسن بن. هذا عقد زياد. زياد شريط أحدهم ولد في, لأن الحالة المدنية المتداولة اليوم عمرها 80 سنة وما يزيد. يعني لك أن تتخيل. يعني شهادة ميلاد. شهادة ما شاء الله. بحمد الله وحده برضو أشرقه يوم الخميس وشهدوا لحسن
وشهدوا أي بحضور لحس وشهود معينين يوثقوا للوثيقة. نعم دي حاجة المحكمة. نعم طبعا شايفين الوثائق العقود حاجة كتير جدا جدا. يعني هديكم مثال كده على بعض الوثائق. ده مثلا كان عقد زواج اهو الحمد لله حاجة بعديها النكاح والسباق يعني عقد جواز. ده عقد زواج وعلى فكرة كان بيتختم يعني عليه ختم الأحمر ده زي ما حضرتك شايفين اهو الختم ده زي الأختام بتاعتنا دلوقتي بالظبط تماما. يعني ده كمان عقد ده إيصال بقى ده إيصال عمل يعني الحمد لله وحده بعدين زاد وقبض بوجه الزيادة وهكذا فيما معناه ان دفعنا لفلان كذا وكذا يعني إيصال عقد وإيصال. ده بقى حاجة عليها الختم الفرنساوي الفرنسي زمان بس أنا مش قادر أميز لأن الكتابة صغيرة جدا جدا يعني ووش وظهر كمان بس ما شاء الله الموضوع ممتع يعني حاجة ممتعة. طبعا المكتوب ده طب نخلينا نشوف الاول دي امازيغي لغه امازيغي ولا بالعربيه ولا؟ بمصطلحات عربيه بحته من القران. بتفكرني بالواح القران برضو. نعم هذه نفس الطريقه التقليديه التي تعلمنا بها القران واللغه العربيه وايضا نفس الطريقه التي وثق بها. اللون عباره عن صمح من وبر الحيوانات في بعض الأحيان إذا كان شيء مقدس نضيف الزعفران والمسؤول عن الكتابة هو الإمام من المسجد أو عدل له دراية كاملة جدا باللغة العربية. طب تقدر تقول لنا ده إيه مثلا؟ في بعض الأحيان مثلا إذا كانت واضحة يمكنني قراءة بعض الجمل منها. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله ابتاع عمر ابن أحمد بن عبد الله ابن إبراهيم النجار والكنية هنا حذف قليل منها. هذا يبدو بشكل مباشر أنه عقد بيع وشراء لأن بداية جملة إبتاع. في بعض الأحيان أحكام قضائية لما أحد يعمل مشكل أو خطأ ما فإن الإنفلاس والأمين يحكم عليه ويوثقون الحكم. طيب سؤال بس أنا شايف أن الحرف بتاعها مدرب شوية. نعم هذا شبه المفتاح ولا حاجة كده حيث يمكنك أن تتخيل. في كل غرفة تجد في بعض الأحيان آلاف العقود. كيف يمكنك أن تقصد أو تمييز عقد معين؟ يضيفون بعض الأحيان رموز مثلا هذا عدد بقى يشبه صومعة المسجد. هكذا كنا نبني صوامع المسجد أوتوماتيكمون أو بشكل أوتوماتيكي ستقصد الأشكال المدبدبة هكذا لأن عقود التي تخص المسجد يعني ترميز. ترميز نعم هو كشكل ترميز. ترميز ما شاء الله. وده خشب إيه المصنع المعمول منه العقود؟ نسميه محليا أسل حاليا انقرض هذا النوع من الشجر صلب ومتين كما أنه يحافظ على الصمح مكتوبا هكذا لقرون. في بعض الأحيان تجد التواريخ وأقدم وثيقة قرأتها شخصيا تعود لخمسة قرون وما يزيد. وأيضا من أجل تأمين الأسلحة وتخزينها قديما أتحدث أيضا كتب في بعض الأحيان تجد أن كتب جد قديمة خزنت ويخص علم الفلك بالضبط. أنا شايف إن في حاجات هنا محمد قديمة يعني المقص ده قديم ده صح؟ نعم ده قديم جدا بحكم أن الجبال هنا كان فيها معادن ويعملون أيضا جميع الأدوات المختلفة أقفال معدنية كهاتف كانت بدائية نوعا ما لكن ذكية في الاستعمال وطريقة الفتح. هذه كانت جزء من مزمار كبير. طب ودي إيه محمد؟ هذه من أجل نسج الزرابي وأيضا من أجل غزل تلك الشباك اللي يعملوا فيها الزرع لما يحصدون الزرع يعني كانوا يعملوا أنسجة هكذا. نعم. منسوجات كمان. نعم ما شاء الله. من أجل غزل الصوف والتنظيف بتاع جلد الماعز والخروف. نعم. ودي آية قرآنية صح؟ هذه آية قرآنية من ما تبقى من مسجد بعد ضياع العديد من الكتب وهذه الآية كانت رسمية تعلق من أجل تعليم الصغار أشياء مبدئية عن علم الفلك أو علم النجوم لأنه أنذاك القوافل تسافر بواسطة النجوم وليس هناك GPS.
وأيضا له مهام أخرى نذكر منها أنها كانت نقطة لعبور القوافل التجارية وأداء بعض المبادلات التجارية. كانت هذه العملية تؤمن داخل الإيكودار لأنه في فترات كثيرة فقد الأمن وهناك عدة نزاعات وصراعات. لا يمكن أن تذهب لسوق أسبوعي، كان عليك أن تأتي لداخل الإيكودار. كنت سمعت على الإنترنت يا محمد كمان أن الإيكودار في وقت من الأوقات كان بيستخدم في حل النزاعات بطبيعة الحال، المشاكل ما بين القبائل نعم بطبيعة الحال أو الأشخاص الحال. كمان يعني كانت هي مقر اجتماعات في الحقيقة، بل فيها جزء يسمى السقيف خاص للاجتماعات المهمة بين حكام القبائل أو بين ما شاء الله. شيوخ القبائل يعني فعلا كان بيستخدم في التصالح. نعم نعم، كان عنده دور كبير في مصالحة العديد من القبائل، وفي بعض الأحيان العكس كان محط أطماع الكثير من القبائل، خصوصا في فترات متقطعة في التاريخ المغربي. حيث احنا نقدر نقول ان الإيكودار ده متعدد المواهب. نعم متعدد المهام. هذه جرة فخارية لكن مصنوعة بحرفية وجودة عالية، يمكن تخزين الزيت أو أي مادة لفترات جد طويلة. ما شاء الله تسمعه كصوت معدني لأنه مختلط بأحجار الكوارتز وبعض أنواع المعادن من أجل جودة التخزين وقوة الجرار. للأسف الشديد في كتير جدا من الإيكودار دلوقتي ابتدت تتهد، عامل الطبيعة بقى الجو وبالأخص الإيكودار القديمة جدا. بس إحقاقا للحق يعني في اتجاهات كتيرة دلوقتي من قبل المسؤولين هنا في المغرب أن يرمموا الإيكودار على قد ما يقدروا بحيث يحافظ على شكله التاريخي والأثري، يبقى أثر سياحي مميز. في بعض الأحيان الإيكودار عبارة عن مدرسة، حيث أنه لا يمكن أن ترسل طالب آنذاك لمسجد عتيق أو مدارس عتيقة زي ما بيسموها اليوم. الإيكودار كانت تصبح مؤقتا مدارس كمان يحضر إليها المدرس والطلبة حتى ينهوا دراستهم. هذا من بعض أسرار الإيكودار. في كتير ممكن يتساءل يعني مبنى زي ده أكيد أكيد محتاجين سورس أو مصدر للمية، والمية هي أساس الحياة. هما الحقيقة ابتكروا حاجات، الأمازيغ ما شاء الله عليهم زمان كانوا مبتكرين يا جماعة، ابتكروا حاجات كتيرة منها السهريج، كانوا بيحفروا زي خزانات يعني تحت الأرض، ومية الفيضانات أو مية المطر تتجمع في الخزانات دي أو في السهريج وتكفيهم في شهور الجفاف أو شهور الصيف. وهنا في الإيكودار عملوا نفس الموضوع بالظبط، حفروا سهريج تحت الأرض. وعلى سبيل المثال هنا في الأجادير اللي احنا فيه في 3 سهريج كاملين، بيستخدموا كمان السطل أو الدلو ده زي الأبار بالظبط، نفس فكرة الأبار بالظبط، وتحديدا في الصيف. الأمازيغ كمان بالمناسبة ابتكروا المدرجات في الزراعة، يعني كانوا يستغلوا مية المطر ومية الفيضانات بشكل مثالي بصراحة. سمعين صوت المية؟ هذا من أجل العمق لأنك ممكن يقع جوه. أوكي بس أنا سامع صوت المية. في مية بعيدة شوية لكن برضو مع الصيف وكده اكيد قلت الحبل مو طويل كفايه. لكن في فكره اخرى عشان تعرف عمق المياه، حجر صغير صح عميق جدا صح. ماذا لو أخبرتك أن في مؤسسات عالمية مشهورة ولها أهمية كبرى في النظام العالمي أخذوا أفكارهم المبدئية بصراحة من الإيكودار؟ زي مين مثلا؟ زي اللوح فيه. اللوح بتاع أكادير أجريف، هو يقع على بعد جبلين من هاي الأكادير، وهو أقدم لوح توثيقي لبناء بنك اسمه أكادير وجريف. أخذوا منه السيستم بتاع التسيير،
نظام التسيير. أيضا الإيكودار عبارة عن صيدليات تخزن فيها كمية مهمة جدا من العسل، ونتحدث عن أعشاب أخرى ومسائل أخرى. الطبيب قديما عنده علاقة أيضا بالإيكودار ما شاء الله. ليس هناك مستشفى لكن الطبيب يسافر من قبيلة إلى قبيلة، وكان سيحط رحاله بالإيكودار أيضا، ويقوم بلقاء أناسه المرضى من أجل الاستشفاء. أيضا حتى لا أنسى الإيكودار كأنها محطات على الخريطة من أجل تسهيل مرور قوافل، أي أنها تؤمن عدة خطوط من أجل القوافل التجارية التي كانت تذهب إلى بعد نقطة في إفريقيا كتومبوكتو، مالي، حتى مصر. إيكودار فخم جدا، حاجة كده يعني مفيش أحلى من كده. موضوع بالنسبة لي النهاردة مختلف. أول شيء صراحة حتى لا ننسى أنه نظام الإقفال هو من الداخل وليس من الخارج، في مفاتيح خاصة خشبية ونظام إغلاق محكم زي تكنولوجيا بدائية قديمة، إذا دفعت الباب ما راح ينفتح، لكن لما تعمل بداك نفتح، وسأريك نماذج واضحة. يعني الباب يتقفل من جوه. نعم. مش من برا. وفي أسرار أيضا، لأنه تلاحظ أن الباب ربما صغير شوية. وفي فتحات. طبعا هاي الفتحات مهمة جدا معرفة ما هي وأسرارها، وأيضا لماذا الباب صغير هكذا وليس واسعا أو كبيرا. صحيح. بما يكفي. طيب أنا كنت أعرف موضوع الفتحات دي عشان القطط، انتهى اللي تدخل منها القطط. صحيح. صح؟ بنقول بالأمازيغي عشان أفوس إن أموش، أفوس من أجل يدك حتى تدخلها من أجل فتح الباب. والقط من أجل حماية مدخرتك في الداخل، ويؤدى عن القط ضرائب من جميع الغرف، تسمى بالأمازيغي أغنجوموش أو مغراف للقط. قليل من الطعام من أجل القطط الخاصة بالإيكودار، يعني كان بياخدوا عليها فلوس. نعم. يعني عشان نعم، والحراس يعتنون بها لأنها تساعد في حماية، رغم أنه ليس في عقارب ولا حشرات ولا قوارض، لكن يفكرون احتياطا ويقولون لماذا سنحمي حقوق الإنسان ولا نحمي حقوق الحيوان أيضا. طب ورينا كده مثال، بتدخل الغرفة ازاي؟ كانوا يدخلوا ازاي؟ هكذا الباب يجبرك أن تنحني، وفيه مقولة تغنى في المناسبات أو الرقص التقليدي اللي يسموه أحواش، يقول أكتايتا لعتوبات يا نوري كناني، معناه أن تكسر رأس من لا ينحني. هذا يجبرك على أن تنحني لفرض الاحترام. حتى في المنازل القديمة محليا تجد الأبواب صغيرة شيئا ما، حيث تجبر الداخل أو الضيف على أن ينحني. ده كمان ليهم فكر وعقيدة. نعم. كمان هذا أيضا يذكرك في كل حين بالعادات والتقاليد، لأن بذهابها صح تفقد القيمة. صح. فتحة صغيرة جدا، صغيرة بجد، بس ان شاء الله. ومع التكشيدة صعبة شوية. هذا كانوا يؤمنون بالرشاقة ويضعون لها رموز ايضا على الابواب كمان. نعم ما شاء الله. اذا كانت غرفة تخزين، ليش انا محتاج هذه وهي معروفة من أجل النقر؟ وأصلا الفتح والقفل من الداخل. نعم. السيستم كامله في الداخل. لكن هذه ليش؟ ليه بقى؟ قولي ليه؟ احترام المخلوق الآخر الجن. والله. حتى وأنت آتي، أنت هي غرفتك وليس بها أحد، توجب عليك فعل ما في القرآن، النقر وأخذ الإذن قبل الدخول. واحتراما للروح الأخرى اللي هي الجن. سبحان كانوا الله. يضيفون هذه من أجل تذكيرك. أيوة. طيب يعني إحنا في المخزن ده. نعم. حوالي كده 5 أكتر شوية، 6 متر في 4 متر تقريبا. مساحته 6 متر في 4 متر. هي المساحة تختلف بصراحة من غرفة لأخرى. برضو استخدموا الخشب. نعم. وهذه الكربون او
اللون اللي تراه يعني الاسود. الاسود آه. لانه وقع فيه هجمه من قائد يسمى القائد اغناج لانه الايغودار كانت ضد السيستم بتاع الحكم في المغرب، والقائد اغناج اتى وعمل الاطاك الوحيده والهجوم الوحيد على هذا الاكادير، وتم احتراق الكثير من الاجزاء. لكن فيما بعد عادوا الاجداد ده شعير اصلاحي. نعم ده شعير اظن اكثر من 50 سنة او ما يزيد وهو هنا، يعني زي ما هو كده من ساعه كما هو ما شاء الله مش بيجي يعني. ولا هناك حشرات ولا يمكن ان اضع يدي وان انام هنا. الحرارة تبقى كما هي في بردا وصيفا على طول الزمن. انا شايف عقد من العقود اهو يا كمين محظوظ 1288. لا المخزن الجو رطب، نعم الاكسجين موجود، نسبة الاكسجين كبيرة مش قليلة، برا حرارة شديدة، هنا الجو حلو رطب. سيستم غريب، المبنى ده غريب جدا يا جماعة ما شاء الله، عجبني جدا. وسوف ترى العجيب العجاب لسه كمان ما شاء الله. في بعض الأحيان تضع يدك هنا لتحس بالتبريد أو الكليمة الطبيعية. صح. عملوا لها الفتحة أصلا هي أيضا للتهوية وتقليب الهواء. نعم وتقليب الهواء. طب عندي سؤال يا محمد. نعم. الجدار أو الجدران دي مبنية من إيه؟ طين طمي؟ حجر محلي في أحجام مختلفة عشان الأدوار، وطين محلي لا يضاف إليه إلا بعض المواد الغريبة عشان الحشرات الخطيرة لا تدخل، وعشان المواد الغذائية تبقى يضيفون القطران ما شاء الله بنسب هم يعرفون أسرار درسنها يعني هم درسنها من لها حسابات، وتبقى الجميع أنواع الخطورة بعيدة جدا عنك. طيب. حتى يمكنني أن أنام هنا بشكل مباشر بدون غطاء في حرارة رائعة جدا، درجة الحرارة العادية ولا أخاف ولا حر من أي ولا حشرة، ولكن لما نخرج من الأكادير تجد حشرات. طيب. هنا لن تجدها أبدا، في المنازل القديمة ممكن تجدها، في الإيغودار أبدا لن تجدها. طيب هما كانوا بيخزنوا كده الشعير بيحطوه زي كانوا بيخزنوا على بشكل مباشر، يخزنوه أمبراك في بعض الأحيان كميات كبيرة، والأرفف اللي زي دي اللي عليها من أجل تقسيم بعض الأمور. بعض الأحيان تجد الكثير من الجرار، يمكنك أن تضع في الجرار أي شيء. في بعض الأحيان تجد ملابس لتجد لها بعض يعني العلاقات، يعني دي من هذه أواني فخارية في بعض الأحيان تحس وكأنها معدنية، بس أضافوا فقط نوع من المعادن من أجل جودة التخزين. فحينما مثلا نضع الزيت هنا، زيت الزيتون مثلا، سيبقى لقرون بدون أن ينحل أو يتفاعل مع هذا مع هذه الجرار، ويبقى بجودة عالية في ظروف مواسية. تعال نكمل ده. لا. ده جدار ده حكاية 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 ما شاء الله. لا تنتهي. البرتغاليين لما وصلوا كانت في صراعات على الساحل، لكن في الإيغودار كانت هناك عقود بيننا وبين البرتغاليين، نعطيهم أماكن تواجد المعادن أو نستخرج المعادن من أجلهم، ويعطوا للإيغودار بعض أنواع الأسلحة التي بدأت آنذاك في القرن 16. أول مرة فرنسا في الفترة الاستعمارية في بدايتها لتستخدم أول مرة عسكريا الطائرات الحربية كان على فوق هذه الجبال. أجدادي بل جدتي شخصيا كانت تتذكر مرور طائرة لأول مرة يروها في حياتهم. كانت طائرة حربية قصفت العديد من المناطق التي ظنوا أن بها مقاومون. الأجداد دفعوا المقاومة إلى أبعد نقطة من الإيغودار عشان تبقى محصنة ومنيعة عليهم، لأنها احتوت قوت يومهم واحتوت أموالهم ووثائقهم وتاريخهم، كل التخزين بتاعهم، كل شيء مهم في حياتهم كان موجود هنا. ونقطة أخرى جميلة أنه في فترة الاستعمار الفرنسي اعتبرت هاي السلسلة من الجبال خصوصا مناطق تواجد الإيغودار أصعب نقطة وآخر نقطة وصل إليها الاحتلال الفرنسي في فترة الاستعمار الكولونيال. في حارس وحيد أو أمين وحيد زي مدير البنك يعين بواسطة الانتخاب، هو المسؤول عن الإيغودار. نعم في نوع من الديمقراطية. هذا يحيلنا أيضا إلى أن الأكادير أيضا حتى لا ننسى كان له دور عدلي، حيث إذا ما وقع نزاح
بين الأفراد أو الجماعات فإن الحلول تأتي إلى الأكادير. يعني يعتبر زي محكمة عدلية. يعني نعم محكمة عدلية مبنية على الأعراف والتقاليد، والكل يشارك برأيه والكل ينتخب بواسطة ما نسميه بالأمازيغي تغاليمت أو تاكشوت أو قرعة أو الأصوات، كم عدد الأصوات الموافقة دائما وكم عدد الأصوات الغير موافقة. إذا كان عندك شيء للتخزين، شيء معقد أو ثقيل جدا وتريد وضعه في آخر غرفة مثلا، كيف يمكنك ذلك؟ التضامن، تجد كل رجل في خطوة ويقسمون ذلك الشيء، مناولة، يعني بينولوا بعض، مناولة نعم. وهذا أيضا من رموز ذلك التضامن على شكل دائرة، وتجد الدوائر الصغيرة أيضا مرصوعة لترمز لذلك التضامن الذي كان بين الأمازيغ. وأيضا تجده مشكلا في رقصات أحوش إلى يومنا هذا، حيث ينتظمون على شكل دائرة من أجل التعبير عن روح التضامن. طب فرقنا بقى الأكادير كده، هو هنا كم دور الأول؟ متوسط الأدوار كما أخبرتك 5، لكن في واجهات تجد أكثر. مثلا هذه الواجهة عندنا 2 إلى الأسفل، 3 4 5، في الجهة الأخرى 6، وهنا أكثر، 1 2 3 4 5 6. في أجزاء تجد أماكن سرية أو غرف مخبأة مع الجبل أو داخل الجبل بالضبط. لأنني كنت لسه هسألك يعني نعم. ده بيدخلوا إزاي؟ يعني من الفتحة دي إزاي بيدخلوا هنا؟ ده يعملوا كده سهلة، وهذه من أجل حماية الغرفة من المياه من حتى المياه. لا تتسرب، وأيضا هذا يحميك من المطر والثلوج في حالة ما إذا كان هناك تساقط، وتبقى محميا في جميع تحركاتك ما شاء الله. وفي أماكن أيضا تحت الأرض تحفر وتغطى أحيانا من أجل الحماية، من أجل الحماية. ده مخزن تاني، هو واضح أنه هو فيه رفوف، في رفوف أحيانا، وتجد الكثير من الأجزاء مقسمة من أجل كل شيء يأخذ. أنا شايف جوه كمان غويط، يعني محفور، نعم، عميق جدا، عميق صح، عميق جدا. وفي الطبقة الأخرى فوق من أجل أمور أخرى وتخزين آخر، لدرجة الحطين سلم، لأن نعم. صعب أن حد ينزل نعم. ويطلع. إذا سألتك غرفة من هذه، أنا أقول لك غرفة يهودية لعائلة يهودية، لأنهم تركوا علامة النجمة، نجمة داود كما يسمونها، ديفيد ستار. هذه فقط للعائلة اليهودية، من أجل الأمازيغ تركوها 5 رؤوس فقط للنجمة. أي واخد بالي. نعم. وبعدين في مفتاح كمان. وفي أيضا الرمز الشمسي ورمز التضامن. وفي خطوط محيت مع الزمن، يمكنك أن تتخيل صراحة الأبواب بالكثير من الألوان. شايف المنظر عامل ازاي؟ ما شاء الله. عمره تقريبا هذا الجزء 500 سنة مقارنة بأقدم جزء. كلما دخلنا إلى الداخل ندخل عميقا ونرجع مع التاريخ. احنا بقالنا كتير قوي هنا في البداية وما شاء الله مش عايز تخلص. طب يلا نخش نكمل. يلا بينا. حتى ننسى، هذا مسار مياه تأتي من جميع نقط الأكادير في مسارات خاصة بتاع الماء من أجل حماية الحائط لأنه المادة بتاع الطين ستتلاشى مع المياه. لذا وجدوا لها حلول كهذه الخطوط التي ترى مستقيمة من أجل شيئين. هنا حائط أفق يذهب وكذا، وهنا حائط وليس حائطا واحدا، كما أنه يبنى جزءا جزءا. إذا سقط هذا الجزء سيبقى هذا الجزء صح سليما. في كمان جزء هندسي في الإنشاء، يعني حماية للمنشأ كمان، وفي ما بقاش كله كتلة واحدة. وانا شايف برضو نفس الخط كمان هناك اهو. نعم، وكما تلاحظ هو جبال جرانيتية قوية جدا، وتلاحظ العبقرية واستغلال جميع المساحات من اجل بناء بشكل هندسي، بناية لا تتزعزع والله. نعم. شكل هندسي مميز جدا. نعم. وما شاء الله يعني الحديث مع القديم. نعم. كمان والفاصل اللي احنا كنا بنتكلم عنه اهو. نعم. زي بالظبط دلوقتي فاصل التمدد اللي بتعمل في المباني. نعم صحيح. عشان الفرق بين الصيف والشتاء وهكذا. نعم. الجدار ده فيه كم غرفه يا محمد؟ على العموم في 366 غرفه بالضبط، وفي 3 صهاريج كبيره للمياه، وفي ايضا
أربعة أبراج للمراقبة وغرف أخرى متنوعة التخصص على حسب الدفاع أو الأشياء السرية بتاع الجدار. أنقذت هذه البناية من زلزال الحوزة القوي فيها أسرار صراحة لمن بناها ووضع. تلك الغرفة التي ترى فيها علامة الصليب كانت غرفة خاصة بالمخزونات للبرتغاليين قبل 500 سنة. في على الباب هو علامات نعم، وتركوا رمزا لإظهار ذلك التعايش أو ذلك المعاملات بينهم. طب الفتحة دي إيه يا محمد؟ الفتحة دي نوافذ من أجل التهوية، التهوية والكليمة داخل الغرفة. في بعض الأحيان تضع يدك لتحس ببرد شديد يخرج من الغرفة. في رطوبة فعلا. نعم. أوب. المايه باينه جوه هنا. هو ده الصهريج اللي احنا كنا واقفين فيه. نعم، هذا هو اللي كنا واقفين عليه قبل قليل. وادي شكل تاني يا جماعه للغرف والمخزن من الداخل. هذه الغرفة أعمق من الأخريات. أنا شايف إن في جوه جزء منسوبه أقل من الجزء ده. يعني الغرف متقسمة بشكل للاحتياج، يعني دي مثلا احتياج شكل ممكن للوثائق، هنا ممكن للأكل، أنية، زيوت. كانوا كمان بيخزنوا هنا الحلي والجواهر مش كده؟ نعم، والملابس النسائية التي كان لها قيمة كبرى والله، زي ملابس الأعراس مثلا وكده. نعم. نعم. طيب ندخل على الجزء الثاني، يلا بينا. نعم، الجزء الثاني إن شاء الله. هذه الرصاصات كانت هنا كمية كبيرة تعود لعهد الاستعمار الفرنسي. بس قديما كانوا يستعمل سلاح محلي صنع من طرف الأمازيغي اسمه بوشفر، مزيج بين التقنية البرتغالية والتقنية الأمازيغية، وطور فيما بعد. كان يبث الرعب بصراحة. وكان الرصاص يصنع محليا وخصوصا في الأكادير، وسأريك مكان تصنيع البارود والأسلحة. هذا نموذج لوثيقة أخرى بتاريخ آخر عام 1329. هذا الجزء الثاني خاص بقرية أخرى اسمه رحبة إشنار، القرية اللي تقع في مقابله، في الجهة المقابلة. وهاي هو النظام اللي كنت أحدثك عنه بتاع القفل. في كل قفل في أكواد أو أرقام اللي هي عدد الحفر، والمفتاح الخشبي في بعض الأحيان مفتاحين. لازم تحرك تلك الأسنان حتى تتناغم مع عدد الثقوب من أجل فتح الباب. وإذا لم يكن لديك نفس المفتاح لن يفتح لك الباب أبدا. ما شاء الله. المفاتيح كانت بيد الأمين بتاع أكادير، والحراسة والتأمين تبقى دورا حكرا على شباب القبيلة، وهم 12 المسؤول عن الأكادير. نعم، وهم 12 واحد بالضبط، 3 لكل برج مراقبة. تمام. ويكون في هناك سيستيم أو نظام لاختيارهم وتوظيفهم في الحراسة. ده كده الجزء الثاني. الجزء الثاني، وما شاء الله أنا شايف يعني ما كملوش 50 غرفة مثلا أو 60، وهناك في الجزء الأول 60 ولسه في 360 في غرف كثير. يعني أدوم ثلاث مرات. نعم، حتى بعض الأركان مثلا هون لا تظن أنه في غرف، لكن لما تصعد وتبحث تجد أكثر من دهاليز بقى. نعم، في بعض الأحيان تجد غرفة هكذا، لكن لما تتعمق تجد باب آخر سري يديك إلى حتة تانية، مكان تاني. طب أنا كنت عرفت يا محمد أن المسؤول عن الإيجو دار ده أو اللي بيبقى مسؤول عنه هو فرد واحد بس، فرد شخص واحد. ده من زمان مش من دلوقتي زمان. بس ومكان إقامته هنا، مكان إقامته هو وعائلته هنا. كمان هو وعائلته. في بعض الأحيان هو يقيم، لكن العائلة تبقى غالبا من القرية المجاورة. لكن هو سيضطر للإقامة والبقاء في الأكادير. إذا حدثتك عن نظام صرف صحي قديما، كان هنا جزء من أجل نظام تصريف صحي. كنت لسه أسألك عن الصرف الصحي. نعم، من أجل الحراس والزائرين. كان هنا نظام صرف صحي قديم جدا يدفع كل شيء بذيء أو قذر إلى مسافة بعيدة أسفل. آه.
سفح الجبل بقى. سفح الجبل. وتلك المكان المليء بالأشجار كان بلين إلى حدود مليء بالخضروات والأشجار والفواكه التي تغرس، عبارة عن مكان استراتيجي للفلاحة، لأن ذلك الجبل يعطي لكل هذه القرى التي على الخط مياه كثيرة، على عكس بعض القرى جنوبا أو شمالا تذهب ولن تجد مياه، في فقط سهارج، لكن هنا عيون ومصادر المياه. في برج، في غرفة لحراس آخرين يسمى أشبار. أشبار تابع دائما للأكادير، هو للحراسة، أي شيء قادم يشكل خطر يعطون إشارة خاصة للحراس هنا من أجل الاستعداد. ما شاء الله. على يا محمد معلش، هذا كان من أجل دجاج أو بالطيور كمان. نعم ما شاء الله. عندهم اكتفاء ذاتي هنا. وفي أماكن خاصة للحمام، حمام الزاجل اللي كانوا يستخدموه من أجل المراسلات. مراسلات. إذا حصل شيء في مدينة أكادير على الساحل الغربي للمغرب لجبال الأطلس 140 كيلومتر، نعلم بسرعة ماذا يقع هناك بفضل الحمام. هذا الجزء الغربي نوافذه على شكل آخر على عكس الداخل والجهات الأخرى، لأن غالبا الرياح تأتي من اتجاه المحيط الأطلسي، في بعض الأحيان تشم نسيم المحيط الأطلسي. نحن الآن سنزور أقدم جزء في هذا الأكادير، وأول جزء تم بناؤه خطوة خطوة، حجرا حجر، يحتوي على الكثير من الأسرار أيضا، وعبقرية هندسية، استراتيجيات محكمة. هذا مطبخ خاص بحراس نسميه أنوال، وفي جزء داخلي يسمى الميضي أو كما حمام للشاور، يمكنك الدخول. هذا الجزء أيضا هنا يمكنك الاستحمام فيه أو التوضؤ أو أي شيء، ذو حرارته من الجهة الأخرى، حيث يتم طبخ الخبز أو أي شيء كما يتم. تشبه الحمام المغربي. نعم. وفي دائما نوافذ، حتى الحمام الحارس لازم يبقى مستيقظ ومنتبه. في نوافذ كمان علوية. نعم، هذا من أجل الدخان. وهذا اللي تشوفه هنا الدخون أو الحموم بمسموم أو إمزان في اللغة الأمازيغية، تستعمل أيضا في صناعة البارود. لا شيء متاح، فقط المتوفر. كيف فكروا أن هذا الكربون وبعض المحتوى يسموه يكرط من أسفل الحائط، هذا بشكل رطوبة، تلك البيضاء تبدو كالملح، وملح أيضا وأليلي وبعض متوفرات فقط من الطبيعة، لكن الانتليجنس أو الذكاء أوصلهم إلى أبعد نقاط. هذا الله. من أجل التحكم في علو النار أو علو الشيء الذي يطبخ. هذا كان من أجل الخبز. فرن طبعا. نعم. ويمكنهم الجلوس هنا والأكل مجموعين أو في هذه المساحة هنا، كما أنهم أيضا يصنعون البارود فقط في هذه المساحة من أجل أسلحتهم. هنا هذه يظنها البعض من أجل القطاط أو من أجل الكلاب لتشرب أو شيء من هذا القبيل، لكنها عميقة، كانت من أجل العمل اليدوي لصناعة البارود. غالبا تجدها داخل الإيغودار، في إيغودار قليلين فقط تجدها خارج الأكادير أو بالقرب من أبراج المراقبة. كانوا مستغرقين أحدهم أو اثنان منهم دائما في صناعة البارود بشكل يومي. شوف يا محمد ما شاء الله، معلش قطعت كلامك، قنطرة شايف يعني نعم. ايه الهندسة الغريبة القديمة جدا واللي في نفس الوقت مميزة دي. نعم. ما شاء الله يعني. ومن أجل تخفيف أيضا الأتعاب على من يحمل شيء من أجل هذه الغرف اللي على اليمين وعلى اليسار، عشان ما يصعد بكل ثقله ويتعذب، عملت له هذه من أجل الجهة الأخرى، وأيضا لأنه ما بقت في مساحة من أجل الأدراج، لأن هنا ضيق بينه، كان صخرة جبلية
لكن فتحت وتم تيسيرها واستغلال المساحة. وأنا شايف برضو عاملين مسارات للمياه. نعم، هذه مسارات تذهب مباشرة إلى السيترنات أو تنوفيوين أو السهريق. الماء يأتي من جميع نقط الأكادير وفي قنوات غير مرئية في السطوح. وهذه مثلا قناة تأتي منها المياه من جميع الأسطح لتأخذ مسارات. نعم، تأخذ المسار للسهريق. وجزء قبل السهريق هو لفلترة الماء في أحجار مختلفة الحجم وحفر مختلفة الحجم أيضا من أجل فلترة الماء وتنقيته، يمكنك استعماله للشرب وأي شيء آخر. هذه الغرفة؟ هذه الغرفة كانت خاصة بالميزان وجميع ما يتعلق بالحسابات. الديك الأوقية، وعندك عبر أو كيلوغرام الحسابات، هنا حسابات معقدة كيفما كانت، كل ما له علاقة بالحساب أو الميزان فهو كان يمر من هذه الغرفة. يعني إيه العبرة يا محمد؟ عبرة كوحدة قياس، في كيلوغرام، في باوند، في عبرة، يعني وحدة قياس أمازيغية قديمة. في نقوش كل برمزها، كهذا العلامة مثلا، هذا نسميه الإكس، يشبه الإكس، لكن هذا يرمز لشيء معين اللي هو الجمال والرشاقة عند الشعب الأمازيغي. تمام. تجد هذا الإكس أحيانا كبيرا أو بشكل عريض على أبواب أخرى، تجد نجمة داود مجددا لأن هذا الجزء يحتوي على غرف كثيرة للعائلة اليهودية. تجد أيضا العلامات الشمسية، قبل أن يعتنقوا الإسلام كان في وثنية، وبعض الألوان اختفت مع مرور الوقت، مثلثات أيضا لها ترميز خاص. وانت برضه فتحته من الداخل صح؟ نعم، هذا يفتح أيضا من الداخل هكذا. أقدم جزء في الأكادير وأقدم أكادير حرفيا. ما كنتش متخيل أنه هو بالعمق ده، عميق وفي غرف لا تنتهي صراحة. بص، الأنية محفورة أو في وسط الجبل. رموز بشتى أشكال بديعة، كهذه أيضا مجددا نجمة داود لكن اتخذت شكل وردة، وتجدها دائما 1 2 3 4 5 6. هذا ما فيش فتحة قطط، لكن لسبب وجيه أو ما في مواد غذائية، بس في أشياء أخرى ربما. لكن كيف يفتح القفل؟ هذا جديد. قديما كيف يمكن فتحه؟ هكذا، وتدخل بيدك. ما شاء الله، فكرة ثانية. ده في كذا فكرة. لا، بنك بس أنا ممكن أستأذنك بس تفتح الباب ثانية يا محمد. نعم، لأن شكل التخزين جوه مختلف. ولا في بعض الرفوف مقسمة ومجزأة، وفي الجزء الأكبر من أجل الحبوب ربما. نعم، في أطار حبوب، في أطار حبوب هنا. الغرفة نفسها متقسمة بالضبط زي الخزنة. بطبيعة الحال في دائما الفكرة الدفاعية في جميع تفاصيل الأكادير، سواء أدراج أو أبواب أو أي شيء. جعلت صغيرة هكذا في جزئين، الأول أنه يتحكم فيك بدون أوامر، يجعلك مركزا الذهاب إلى غرفتك ولا يمكن النظر إلى الغرف الأخرى هكذا والتجسس. مركز في الصعود. نعم، وتلك الحركة تعني أنك غير منضبط مع قوانين الأكادير وتؤدي غرامة في حال ما إذا ضبط. لذلك جعلوا لك هذه من أجل أن تحمل أشياءك ولا تستطيع النظر والالتفاف كل مرة، ستركز فقط على خطواتك. من الأسرار التي تنظم الحركات داخل أكادير، يمكنك تخيل 50 واحد 60 أو أكثر داخل البناية، لكن أمين واحد لا يمكن أن يتبعك في كل حين ويأمر هذا صح افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب، ومين اللي كان بيفتح الغرفة؟ الغرفة صاحبها ولكن بحضور الأمين. يفتحها بمفتاحه الخاص، لكن ضروري ولا بد أن يكون الأمين حاضرا. طب كم دور هنا يا محمد؟ دور أنا شايف 6 أو 7. هنا 1 لهذا الاتجاه، 2 3 4 5 6، 6 طوابق. لكن في جزئين كبيرين بأزقة
من وراء هذه الغرف، والجزء الأخير هناك يعني أزيد من 60 غرفة في الأعلى ما شاء الله. أعجب حاجة هنا بصراحة موضوع الحفر في الصخر وإنشاء المبنى جوه الصخر. لاحظ أن تحمل مثل هذه الصخور الجرانيتية يتطلب قوة رهيبة صراحة وعقل عجيب، لكن صراحة كانوا أقوياء. حتى اسم القبيلة اللي هذا الأكادير يحكمها اسمها إيدوسكا. إيدوسكا في اللغة الأمازيغية معناها مطلق القوة، إيدوس أي شيء قوي، وكات يعني اسم على مسمى. نعم. بص تكوين الصخور والجرانيت مع الصخور الأصلية بتاعت الجبل، وبعد كده يعملوا درج أو سلالم، وبعد كده مسارات، وكمان البديع هنا بقى قوي إن يبقى فيه دور سفلي ودور علوي، يعني فيه سقف زي ما احنا شايفين. حاجة ما شاء الله جميلة جدا. انا بعتبر نفسي من نمشي كده محمد نجيب اكبر جدار في المغرب. انت جيد محظوظ صراحه. هذا هو أقدم جزء. هذا صراحة جزء الخاص بعائلتي وأفراد العائلة. كل أفراد بما فيهم الأعمام، الجد الأول، الجد الثاني، إلى أوله من أقدم عائلات. لكن هذه أطار الزلزال أطرت فيه ربما قليلا، أثرت يمكن يكون كمان خطر دخول هنا. هنا ما تقدر تروح للداخل، ما تقدر عشان أتوغل قوي، ما تقدر وما صعب. وكمان صعب حتى فيه الخشب هو واقع، فتحسبا مش هقدر أدخل جوه. بس اللي انا بلاحظه ان في حاجات على فكره ممكن تكون لسه ما استكشفتش، وكمان الغرف عميقه جوه كبيره. طريقه البناء هنا مختلفه شويه، ودي ما شاء الله. ايه ده ضخم. لا تنتهي الغرف هناك والازقه وقنطره اخرى عاليه جدا ترى، شايفها. في بعض الغرف ما زالت تحتفظ بالوان على الابواب. في هذه مثلا هذا باب واحد يبدو كغرفة واحدة، لكن لما تدخل في باب سري لهذه الجهة وباب سري للجهة الأخرى ويمكنك الدخول عميقا. كان خاص في بعض الأمور السرية للأكادير والمخزونات السرية، لكن أيضا نهبت للأسف وضاعت. ما شاء الله، شايفين الضخامة، ضخم بشكل غير طبيعي يا جماعة. حاجة كده مختلفة والله، صرح معماري هندسي غريب ما شاء الله. 6 أدوار هنا المبنى ده، 6 أدوار كاملين، يمكن 7 كمان في الروف. الآن سأريك عرض الحائط وكم هو متين. انتبه دائما لرأسك. أوكي. هذه 1.15 متر. 115. هذه أزيد من متر و70 سنتي في الحائط. لا تخترقه لا مدافع ولا رصاصات. ما شاء الله. كما يحافظ سمك الحائط ده. نعم. صخري كله. نعم كله صخري. يمكنك النفاذ منه بكاميرتك، هنصوره كده، ويوفر هواء منعش للداخل. ما شاء الله فعلا. حوالي حائط خارجي فقط، حائط خارجي، وكل الحيطان هكذا. كل الحوائط كده. نعم. هذا الجزء كانت فيه غرف سرية، كان هنا مغلق بحجرة مسطحة كبيرة نسميها إسلي تغطي هذا الجزء، ولا أحد ظن أنه فيه غرف، لكن فيما بعد تم اكتشفوا أن فيه غرف، إليها غرفة أو 3 من أجل الأمور السرية. ما شاء الله.
في غرف ده كتير مش تلاتة ولا أربعة. نعم. وما زال لسه في حاجات ما اكتشفتش. ما زال لسه. أنقلكم الآن إلى الجزء المخصص بتاع الضرائب والتكسس وكل المدخرات بتاع الأجازير. في هذا الجزء كان سيقسم كل شيء حتى حق القط يؤخذ وثمن الحراسة ومستحقات الأمين ومدخرات المدارس العتيقة والأئمة أئمة المساجد آنذاك وأي شيء من أجل العموم. إنه الجزء الخاص بممتلكة الأجازير. بعض الأماكن هنا في الجدار بتفكرني بالهرم الأكبر عندنا، لازم توطي راسك وانت معدي. محمد، ممكن أسألك الأسود ده إيه؟ الأسود فقط من بعض بقايا آثار ذلك الشعلة، شعلة النار التي كان يضيء بها. هذه هي مساحة الصلاة، كان فيها أرشيف الأجدير مخزن لكن بعطر بسبب المنقبين والباحثين لصوص الكنوز والآثار التاريخية. كما أن أيضا في مثلا أرشيف استخدام أجدير، هذا مثلا بسنة 1988 أجدير ما زال يستخدم، إلى سنة 2000 توقف أجدير عن الاستخدام بسبب هجرة الغالب من السكان. وفي أسماء الذين دخلوا وكم دفعوا ورقم الغرفة إلى بعض التفاصيل. هذا دوار أزاغار، يعني من 23 سنة كان أو 24 سنة كان تقريبا توقف استعماله. في طفولتي ما زلت أتذكر بعض الناس يأخذون مدخراتهم، لكن للأسف. ولماذا أخبرتك أن أجدير عبارة عن محكمة عدلية؟ لأنه من هنا سيرسلونك للمحكمة الكبرى في تيرودانت فيما بعد. في وثائق جد مهمة تؤرخ لأمور حضارية كثيرة وأحداث تاريخية أيضا، بل حتى بعض الطرائف كانت تقع في الإيجودار. مثلا الحراس كان بينهم واقعة، إذ أنهم تحدوا بعضهم البعض في من سيقوم بفعل ما، والحكم أنه من خسر سوف يحمل حمارا على كتفيه ليصعد به من القرية أسفل هذا الأجدير إلى غاية سطح الأجدير. وقد وقعت هذه الواقعة. ده بتاع أي محمد؟ هذا كان من أجل ربط ذلك الرماح الطويلة، كانت من أجل الحراس أو الأسلحة حتى يرتاح قليلا. ومن أنا ذاك ريح صاعد بعد الرطوبة وبعد مرور بعض الساعات سوف يكون قويا ذلك البرد الصاعد من الهواء طلع من تحت. نعم. وفي سر آخر، لما أنا أناديك حسام في مكان سري في الأجدير سوف تسمع حسام تتردد. شيء غريب ولا لا؟ ما شاء الله. يعني في صدى صوت بيوصل هناك. نعم، في أمور عجيبة صراحة. يعني ده نظام سري بقى. نعم. للتأمين ده. نعم، هذا يعني من بعض أسرار النظام السري. ويكتبون لوحا خشبيا كبيرا في مدخل البناية أنذاك فيه جميع القواعد، وفي الأخير يضيفون كل ما لن تجده في لوح الخشبي هذا فهو في عقول الحراس بتاع الأجدير. ما شاء الله. نظام محكم بدون أي أخطاء أو شوائب أو أي شيء يعيق. أكيد ما دام كان بيتحط. نعم. فيه الحلي والجواهر. نعم. والمجوهرات والذهب، أمانات الناس وأموال التجار القادمين من جميع أقطار العالم. حتى هذا الميزاب في قوانين عشان تضعه، وليس أي مكان تضع فيه ميزاب، نسميه ميزاب من أجل المية. المية والتي ستأخذ مجاري خاصة وقنوات حتى تنزل الصهريج. حتى تنزل الصهريج. سبحان الله. يعني سيستم كمان للميه. للميه. كأن بالضبط في وقتنا ده يعني في مواسير، كأنها مواسير. العبقرية في جميع التفاصيل. ما تحركش من مكانه الخشب. لا ما تحركش. سبحان الله. قوة مهيبة. حتى اللوز في خواص، يعني أنه يتمدد كما أنه على شكل
نوابض بتاع السيارة لما يكون هناك أي اهتزاز فوق أشجار اللوز أو جذوع اللوز مثلا تتمدد ومرنة على عكس أن وضعت حديد أو أي شيء صلب. وهذه النافذة تطل على الجد الأول الباني هو ذاك اللي في تلك المقبرة أو البيت الأبيض الصغير دي تلك البيت البيضاء الصغيرة. وصلت الإيجودار تاني كمان بقى بس هو أصغر من الإيجودار الرئيسي اللي احنا ظلناه، بس موقعه ومكانه تحفة، شكل البيوت القديمة اللي حواليه وشكله هو كمان على الجبل. تعرف أراكم على إيجودار كمان صغير وناس كتيرة جدا ما تعرفوش تماما، يعني اسمه أجادير أيتيسول. أيتيسول الجدار الاصلي فوق. نعم الاصل الرئيسي دائما يبقى نعميا متينا اكثر من الاجزاء الاخرى. تمام. وهذا المسجد القديم شوف النقوش والرموز والتفاصيل اللي عندها دلالات جد مهمه. هذه ما راح احد يقول لك عنها الا ماذا بحثت او سالت احد المحليين القدامى. هذه عندها رمز لنكتشف أكادير أيتيسول أو تكادير نايتيسول. ميني أكادير صغير لكن عجيب. هذا كورنر أو زاوية من زوايا هذا الأكادير. بعض المفروشات القديمة جدا، صنع محلي، صوف وألوان محلية. ومساحات الإيجودار هنا أيضا مختلفة الشكل، حتى الشكل شكل مختلف. نعم هو ده الإيجودار، بس هو ده الإيجودار، إيجودار صغير. ابحث في ذلك الرموز، هي نفس الرموز التي كنت ستجدها على وجوه النساء قديما، النساء الأمازيغيات التي كانوا يستعملن الوشم كإيدونتيتي أو كهوية. أيوة كل نقشة وكل وشم عنده دلالات. ميني أكادير. محمد جالك قبل كده أي حد مصري ولا أنا أول واحد؟ بصراحة أنا هنا من زمن طويل كنت أرى فيه، أولا كانوا اللي يعرفوا فقط في الأول فرنسيين أو إسبان، لكن مع الوقت أنا استقبلت من جميع أنحاء العالم، ولكن كنت أنتظر زيارة من
من احد الاشقاء من دول يعني انا اول واحد اول مصري. طب قول دايرك كده انت اول مصري. اول مصري هو السيد هذا شرفنا فرحنا نشوفوا هاد الحباب هادو عندنا في هاد البلاد. الله يخليك. بالعكس حنا عندنا علاقات قديمه الحمد مع لله مصر. الحمد لله ايكو دارنا جدودي كانوا يعاودوا لي القوافل اللي كانوا مشوا على مصر. الحمد لله والله هادي انا ليا الشرف يا جماعه والله وكاننا نربط الاتصال مع اجدادنا صراحه. اتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم واتمنى ان اكون قدرت اوصل الشكل والمضمون الخاص بالايجودار. هذا المبنى هذا المنشأ من الصعب جدا جدا ان حد يعمله بالشكل ده الهندسي ده في الوقت اللي اتبنى فيه. وشهادة للتاريخ الايجودار من اجمل المباني التاريخية الاثرية في المغرب. من كل قلبي بشكركم على حسن المشاهدة. من كل قلبي بشكركم على الدعم المستمر. دعمكم فخر. دعمكم تاج فوق راسنا. شكر ليكم جدا. وبشكر محمد جدا 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 على الجولة الجميلة دي وعلى المعلومات القيمة جدا. من غير محمد ما كنتش هعرف ابدا اصور المكان ولا المنطقة. ومن كل قلبي بشكر الامازيغ القدامى على هذه المآثر التاريخية الجميلة جدا بجد. اشوفكم على خير دايما. شكرا من كل قلبي على حسن المشاهدة.